أكثر محطة صوتية في الورشة، إذا يحتم علينا زمن والدهر أن نؤمن بالإذاعة الإلكترونية، لأن ما عندناش إذاعات مختبرة، عندنا إذاعة إلكترونية حاضرة، ويمثلها الأخ والأستاذ بلال الدين بشكل قوي وشكل دقيق جدا ويومي ومحي. إذا من خلال الإذاعة الإلكترونية لزميلنا والأستاذ بلال الدين أقدم رسالتين. الرسالة الأولى لسكان مسعد. سكان مسعد أغلبهم متشائمين من البرنامج حدثه. ما عندهمش ممكن فكرة عميقة عن البرنامج. متشائمين مش عن البرنامج. من الظروف المحيطة بالبرنامج. كاين اللي يقول لك ما تروحوش بعيد، وكاين اللي يقول لك عملية فاشلة، وكل له رأيه الخاص، قد يصيب وقد يخطئ. ولكن ما زاد إحباطنا نحن احنا اليوم في المجلس الاستشاري، ممكن بعض الحاضرين التقنيين والمتخبين، ما زادنا إحباطا أنه المسؤولين الرسميين أعانوا أصحاب مسعد في هذا التشاؤم. كي يكون الإنسان اللي راه موجود مواطن ما تعنيش العملية بشكل مباشر، متشائم، وإحنا نديروا في حجج ونديروا في أمور، والبرنامج راح بعيد، والغاية ثمينة وشرطها ومهرها أثمن إلى غير ذلك مما نطلبه لغويا. ومن بعد الدورة هذه لا يلحفها المسؤولون السابقون. إذا احنا عدنا في البرنامج في النهار الأول حضور الممثلين التنفيذيين أو الفرعيين هذه مسألة، وحضور مسؤولين السابقين من الولاية ومن المديرين الولائيين، المديرين القطاعيين الولائيين على الأقل في اليوم الأول واليوم الثاني. إذا هذه القاعة راها قاعة مدينة مسعد، وهذا الميكروفون هو ميكروفون منبر مدينة مسعد. أنا نيابة عن مجلس الاستشاري، لا عن الإداريين أو غيره والتقنيين، وبالتالي نيابة عن أصحاب مسعد الذين ينتخبوا المجلس الاستشاري، أنا أطلب توضيحا لعدم الالتفاف الرسمي للمسؤولين بهذه الورشة. إذا إحنا نحوس على جواب في هذا الميكروفون، وإلا راها المصداقية تاع المشروع راها طاحت الأرض، وعندها مدة باهية تنهار، وراها اليوم انهارت 100%. إذا كان ما مش مؤمنين بالمشروع يقولوا لنا حبسوا على العمل، وإذا كان عندهم مشاكل خاصة ماهيش بالضرورة يعودوا كاع المديرين القطاعيين كاع لاهيين وعندهم كل الظروف، والمسؤولين تاع الولاية حنا ماذا بينا يعطونا توضيح، يا إما استخافوا بالبرنامج ولا مش مؤمنين به، ولا استخافوا بمدينة مسعد. ربما البرنامج هذا كان في مدينة أخرى في بلد أخرى، ربما يعرفوا اعتناء آخر أو أكثر اهتماما. حنا ماذا بينا ضحكنا رانا جينا بين المطرقة والسندان. المطرقة والسندان هما الشعب الذي يثق فينا، حتى وراه بين قوسين حاضر من البرنامج هذا، والسندان هو الأطراف الأخرى اللي هي محيطة بالبرنامج. إذا كان ما كانش اعتناء احنا، حنا وكان يشرفنا الوالي هنا راه زيد التشريف ويعطي العملية صبغة رسمية أو أكثر رسمية. والله يوم قالوا الوالي يجي كان تلقى قاعة ما تلبش. من المسؤولين التنفيذيين والمسؤولين المحليين، هذه واضحة العملية، وين يمشي الوالي تمشي مع هذا البروتوكول. إذا احنا واش راه ناقصنا حتى يعطى صبغة رسمية أكثر وزنا لهذه العملية، يا إما مش مؤمنين بالمشروع يفهمونا نروحوا نروحوا لديارنا. وأنا عن نفسي راني سطيرين، جيت سطير، جيت سطير أكثر. معناها كنت نطيح حد لقاتني عدة أثارات اجتماعية ومهنية، وتمي كنت في روحي الحمد لله لحقنا الآخر نقطة في عملية البرمجة. درك بقى التخطيط، بلينيكاس، بقات البرمجة إن شاء الله يجيوها الناس أكثر كما نقولوا تهيؤا وأكثر قدرة على تسيير المراحل القادمة. وقبل أن أشكر الحاضرين والأشكر جملة الخفاء، نحن التواتي الخليفة أشكره شكرا كبير. التواتي الخليفة يخدم على في مجهود كبير، يحول في القاعة من مكان إلى مكان، يحول في التجهيز وبلا ما هو موجود في الصورة وبلا ما عنده إضافة مادية لهذا العمل. هذه معناها من خلالكم أنتم نوجه له شكر خاص جدا جدا جدا. والذي بالمقابل يشرف به وكذا مشرفه الشيخ مؤمن بشير، بالإضافة إلى اللي قدم أي دعم لوجستيكي من بلدية ولا من برنامج كابدل وغيرها، بالإضافة إلى الأساتذة الفاضلين مساوي محمد والأستاذة كنزة وأخينا إطار وزارة الداخلية عبد القادر جعفر، دون أن أنسى شكر الحاضرين عينيا كل على حدة. ونتمنى إن شاء الله لرواد هذا البرنامج إن وجد الاعتناء ووجد التقييم أنهم يوصلوا هذا البرنامج إلى شق الأمان ومدينة مسعد إلى ازدهار أكبر أو أكثر ونمو أكثر، وإن شاء الله تتبدل الحالة على البلدية حتى تزيد العملية تولي عندها مصداقية أكثر. وبارك الله جميعا.